على كل حال الفائض الميزان التجاري بقدر ما هو لم يأتي من إنتاج وإنما من توقيف الاستيراد، ولذلك لابد أن ننظر إليه في سياق متوازن، لا ننظر إليه على أنه إنتاج في إطار التصدير وفي إطار الاستقرار المحلي، ولكن في إطار كذلك وقف الاستيراد لكثير من المواد وغلق الاستيراد على كثير من المجالات، مما شكل هذا الفائض ولكنه ليس مستقرا في قواعد الاقتصاد العام. أكيد هي الدبلوماسية، يعني مجال الدبلوماسية كانت فيه قفزة قوية جدا. الجزائر استرجعت مكانتها الجيوستراتيجية، استرجعت مواقعها على المستوى الدبلوماسي سواء الإقليمي أو الدولي، استطاعت الآن أن تحقق منجز كبير جدا وهو بحلول أول نوفمبر وهو انعقاد جامعة الدول العربية وجمع الفصائل الفلسطينية. كل ذلك ينضاف إليه البعد الجديد فيما يسمى الدبلوماسية الاستباقية، وهي أنها استطاعت أن تدفع نحو دبلوماسية اقتصادية، وهذه الدبلوماسية الاقتصادية عززتها مجموعة من القوانين منها قانون الاستثمار الذي نتمنى أن يدفع بمجموعة من الآليات الأخرى المتعلقة بالنقد قانون النقد والقرض ومجموعة من القوانين الأخرى الحاضنة للأعمال والحاضنة للمناخ الأعمال حتى تسهل عملية الدبلوماسية الاقتصادية وغيرها من المجالات المرتبطة بهذه العملية.